لكي تصل إلى أهدافك العالية لابد أن تضع قدمك الثانية أمام قدمك الأولى وليس بموازاتها. لو وضعتها بموازاتها فلن يتحقق التنافس، لأن التنافس مع الذات هو السلم الحقيقي لتحقيق الطموحات العالية والسامية. وحث الله عز وجل على التنافس وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن القاعدة الأساسية هو التنافس مع الذات لنصل إلى ما نريد.